ارفع صوتك. سنن الفطرة. سنن الفطرة عندنا من سنن الفطرة السواك، استعمال السواك. متى يستحب السواك؟ استعمال عود الأراك أو غيره. إذا لم يجد عود الأراك إيش يصنع؟ يستاك بخرقة، يأخذ مثلا قطعة أو منديل أو قطعة من قماش، أو يستاك بإصبعي. المهم يطبق السنة. طيب متى، ما هي الأوقات التي يستحب فيها السواك؟ عند التغير، وعند الانتباه، وعند دخول المسجد، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل، وعند قراءة القرآن، صحيح؟ أي نعم، عند قيام الليل، عند الصلاة، وعند الموت. عند الموت صح؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى السواك في يد عبد الرحمن رضي الله عنه، نعم، فأخذته عائشة رضي الله عنها، تمام، عند الموت كذلك. طيب غيره، إيش بقي في الباب عندنا؟ لم يبقى شيء، الحمد لله. المغرب الساعة كم يا شيخ؟ ساعة؟ إذن أعطونا يعني 10 دقائق فقط تراجعوا فيها، إذا نسينا شيء نأخذه، ونبدأ بكتاب الصلاة 4 و5 دقائق. طيب أقسام النجاسات نأخذ إن شاء الله، بقي معنا الأشياء النجسة وإزالة النجاسة في المراجعة إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. 4 و5 دقائق إن شاء الله، صحيح التوقيت؟ إحنا الآن ما انتهت صلاة العصر عندنا.